حياكم الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. نرصد في هذه الحلقة أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. نبدأ من موقع إلترا عراق. بعد الاغتيالات في البصرة تظاهرات ومطالب بإقالة حليف الفصائل. في الجاردينيا العراق بلا موازنة، وبرلمانيون ينتقدون سياسة التسيير الشهري. في المدى نطالع، مقترح أممي لتجاوز عقدة قانون الانتخابات، 80 دائرة انتخابية في جميع المحافظات تراعي التنوع. وفي العربي الجديد، وزير الخارجية الباكستاني يقول لن نرضخ لأي ضغوط للاعتراف بإسرائيل. العرب اللندنية عنونت إفراج مفروش مشروط عن الرئيس الموريتاني السابق ومنعه من مغادرة البلاد. وفي موقع عربي 21، وفد نظام الأسد يتسبب بتعليق جلسة الدستور لإصابته بكورونا. واخترنا لكم من الجارديان، سوريا تواجه كارثة كورونا غير مسبوقة والحكومة تنشر أرقاما غير صحيحة. الوصف الأكثر تطابقاً مع حالة السيادة العراقية هو أنه بلد محتل من بلد أجنبي وهو إيران. ليس المهم شكل هذا الاحتلال ومظاهره العسكرية والسياسية والاقتصادية، فلم يعد يتطابق هذا الوصف ويتطلب جيشاً إيرانياً تقليدياً ينتشر في شوارع بغداد والبصرة وكربلاء وسامراء والموصل مثلما يسوق وكلاء هذا الاحتلال لبسطاء الناس. فالنظام الإيراني نجح في تنفيذ مشروع الاحتلال على طريقة هجمات درون العقائدية، مظاهره متعددة وكثيرة بدءاً من الرايات التي زيفت في أسمائها وزيفت معتقدات أبناء الشيعة في حبهم لأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتهاءً بسيطرة الأحزاب المنتمية زوراً للطائفة الشيعية وميليشياتها على مرافق الحياة الاقتصادية في البلد ونهبها بشكل منظم. هذا ما جاء في مقال للكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية. أساليب الاحتلال وأهدافه واحدة في انتزاع إرادة الشعب وقتل معارضيه واختطاف شبابه ونهب ثرواته. هذا تحقق منذ 9 أبريل عام 2003 عبر شراكة رخيصة ما بين الاحتلال الأمريكي العسكري التقليدي والاحتلال الإيراني المحدث الذي ما زال المواطن العراقي موجوعاً بكل تفصيلاته اليومية، حيث اختطفت إيران العراق بجميع كنوزه وآليات نظامها السياسي ما عدا البشر الذين ظلوا عصيين عن التبعية، بل إن أبناء الشيعة الذين تاجرت باسمهم أحزاب النهب والاستبداد أصبحوا نواة الثورة التي ستطيح بنظامهم الدموي. الاحتلال الإيراني اهتم بإدامة لعبة المحاصصة الطائفية بين الشيعة والسنة والأكراد التي صنعها الاحتلال الأمريكي، رغم أن متعاطي السياسة مدعي تمثيل السنة الذين ارتصفوا وتناوبوا في طوابير التسكع على أبواب أوليائهم قادة الأحزاب الشيعية قد خانوا ملتهم ولم يصلوا إلى حد الأدنى من المقارنة في الصدق مع السياسيين الأكراد الذين وازنوا ما بين مصالحهم في الوجاهة والانتفاع الذاتي وبين تحقيق آمال الشعب الكردي. المعادلة التي لم تتغير عبر الزمن السياسي الطويل للبشرية هي أن مقابل كل إصرار على احتلال الأوطان هناك ثورات تحرير شعبية مسلحة أصبحت مدعومة بوسائل السياسة والإعلام الحديثة، وهذا ما دخل أبوابها السلمية شعب العراق منذ انتفاضة أكتوبر عام 2019 لتمزيق النمور الورقية التي هيمنت على مقدراته. لقد انتهى مفعول شعارات الديمقراطية بعد أن فقد النظام السياسي القائم هويته الديمقراطية التي دائما ما حاول زعماء الأحزاب الاحتماء خلفها لاستمرار حياة النظام، ما عدا لعبة الانتخابات التي أسيء إلى عنوانها بعد مسلسل الغش والتزوير
الذي سيستمر في الأشهر المقبلة بأشكال جديدة. ماذا يتبقى إذن لهذا النظام في العراق لكي يسمي نفسه ديمقراطية؟ الدول المحترمة تحترم دساتيرها وتتجنب خرقها أو القفز فوق موادها، لأن احترام الدساتير والتزام بموادها من المؤسسات والسلطات الرسمية ضمان حقيقي لتحقيق الاستقرار والاعتراف بدولة القانون والمؤسسات والقضاء والاعتراف بحقوق الدستورية وعدم المساس بها، بعكس الدول الهشة والفاشلة التي يغلب فيها أهواء الحكام على دساتير البلاد ويتجاوز على فقرات الدستور أو تهمش لتحقيق الأهداف السياسية وإرادة الحكام والسلطات، مما يؤدي إلى تراجع حكم القانون وفقدان قيمة الدساتير وانتشار التجاوزات على الحقوق والحريات الأساسية التي ذكرت في الدساتير. هذا ما كتبه شاه القرداغي في موقع رسام. على الرغم من تأكيد الدستور العراقي على حق حرية التعبير وصدور التشريعات والقوانين لصيانة هذا الحق، إلا أن قوانين وقواعد الأحزاب السياسية والميليشيات نجحت دائما في تعطيل الدستور والقوانين الرسمية، وكانت صوت الكواتم أعلى من صوت القوانين دائما، حيث شهد العراق تراجعا مستمرا من ناحية الحريات، وهذا الأمر ظهر بشكل بارز بعد مظاهرات أكتوبر عام 2019 والتعامل الأمني القاسي مع المشاركين في التظاهرات والناشطين الذين عبروا عن آرائهم بحرية وواجهوا الرصاص الحي وعمليات القنص والخطف والاغتيال. استمرار الانتهاكات والتجاوزات على حرية الرأي دفعت منظمة هيومان رايتس ووتش لإصدار تقرير كامل في حزيران 2020 بعنوان حرية التعبير مهددة في العراق، حيث يذكر التقرير أن السلطات العراقية تستخدم قوانين مبهمة الصياغة في جميع أنحاء العراق، والتي تسمح للمدعين العامين بتوجيه تهم جنائية ضد الآراء التي لا تعجبهم، وتستخدم المحاكمات لإخافة الصحفيين والناشطين والأصوات المعارضة الأخرى وإسكاتهم في بعض الحالات، إضافة إلى استخدام قوات الأمن القوات المفرطة بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين لقمع الاحتجاجات وإغلاق المحطات التلفزيونية والإذاعية. هناك مسافة واسعة بين الدستور والقوانين وتصريحات المسؤولين وتعهدات زعماء الأحزاب والقادة بشأن حرية الرأي والتعبير وبين الواقع الفعلي الملغوم الذي يعد من أخطر البيئات على حرية الرأي في العالم. وهذا يعني أن التشريعات والقوانين لم تتجسد على أرض الواقع، بل ظلت حبرا على ورق. لم تكن عملية توجيه أصابع التهم لحزب الله اللبناني وولي نعمته النظام الإيراني على خلفية حادثة انفجار بيروت المروع لم تكن عبثا ومن دون طائل، لا سيما عند ما كشفت صحيفة ألمانية انفردت بنشر معلومات مصدر واستخبارات غربية بأن النظام الإيراني قد زود حزب الله في عامي 2013 و2014 بكميات كبيرة من نترات الأمونيوم عبر مرفأ بيروت والمطار أو برا من سوريا، وهذا ما يعطي دليلا عمليا على أن هذا الحزب والنظام الإيراني لهما خلفية في هذا الأمر، مما يؤكد ويوثق أكثر ضلوعهما في الجريمة. من البصرة إلى بيروت والجرائم مستمرة، هذا ما جاء في مقال للكاتبة منى سالم الجبوري. الدور السلبي لحزب الله في لبنان بشكل خاص والمنطقة بشكل عام هو جهد تقوم به من أجل تنفيذ مخططات النظام الإيراني تماما، مثل جماعة الحوثي في اليمن وكذلك الميليشيات العميلة التابعة للنظام الإيراني في العراق. ومن دون شك فإن حملات تصفية واغتيال ناشطين وناشطات في العراق ليست ببعيدة أبدا عن النظام الإيراني، ولا سيما مع إطلاق مسلحين النار على الطبيبة والناشطة ريهام يعقوب التي كانت برفقة ثلاث سيدات أخريات
في سيارتها وسط البصرة، بالإضافة إلى تعرض المتظاهر والناشط فلاح الحسناوي الرسام وخطيبته لمحاولة اغتيال إثر إطلاق نار من مجهولين يستقلون مركبة من نوع تويوتا، ما أدى إلى وفاة الفتاة وإصابة الحسناوي بسبع طلقات ما زالت مستقرة في جسده. ارتفعت أصوات الغضب في المدينة مطالبة بمعاقبة القتلة، وعند مراجعة السجلات السابقة لما جرى من حملات قتل وتصفية للناشطين والناشطات في العراق، فإن الجميع يعلمون جيداً بأن أذرع النظام الإيراني وعملائه هم من يقفون وراء ذلك خصوصاً، وأن الناشطين ركزوا ويركزون على الدور السلبي لنفوذ النظام الإيراني ومشبوهية الدور الذي تطلع به أذرعه العميلة، بل وإن عملية اغتيال رفيق الحريري بحد ذاتها، والتي يعلم القاصي قبل الداني، بأن النظام الإيراني وحليفه حزب الله من يقفان وراءها. من البصرة إلى بيروت وصولاً إلى صنعاء، فإن الجرائم المستمرة يقف خلفها دائماً عملاء النظام الإيراني دون غيرهم، وهم من يلعبون بالنار من أجل ضمان بقاء واستمرار الدور والنفوذ المشبوه لهذا النظام، حتى لو كان على حساب أمن واستقرار والمصالح العليا لشعوب المنطقة. ومن دون شك فإن التحذير من الدور السيء المشبوه للنظام الإيراني في المنطقة من خلال أذرعه العميلة أمر لابد أن تكون لشعوب ودول المنطقة من موقف حاسم وحدي حياله. بمشاركة عشرات من مختلف المناطق، شهدت محافظة البصرة تظاهرة للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن الجهات التي تقف وراء اغتيال الناشطين، فضلا عن تأكيد إقالة المحافظ أسعد العيداني الذي يعدونه مقربا من الميليشيات المسلحة المناهضة للاحتجاجات الشعبية التي يشهدها البلد منذ شهر تشرين الأول أكتوبر. فنتابع التفاصيل في تقرير لموقع إلترا عراق. على الرغم من التعهدات التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته يوم السبت 22 من آب أغسطس إلى محافظة البصرة بالكشف عن القتلة والعصابات التي تحاول العبث في أمن البصرة، إلا أن متظاهرين من البصرة شككوا في جدية الكاظمي الذي تعهد أيضاً باعتقال وبتقديم قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي إلى القضاء، لكن لم يحدث هذا الأمر حتى بعد مرور أكثر من شهر على مقتله بالقرب من منزله في منطقة زيونة وسط العاصمة بغداد. يقول المتظاهر البصري علاء عباس لألترا العراق إن الأحداث الأمنية الأخيرة التي حدثت في المحافظة وأدت إلى مقتل اثنين من أهم الناشطين في البصرة يتحملها أسعد العيداني باعتباره المسؤول الأول عن ملف الأمن في المحافظة، وأضاف أن زيارة الكاظمي إلى البصرة لن تكون مجدية ما لم يعمل على تغيير القيادات العسكرية المقربة من الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية التي تتحكم في حياة البصريين، مؤكداً أن مطلبنا الأساسي هو إقالة المحافظ الحليف لعصابات القتل والفصائل المسلحة والكشف عن قتلة جميع المتظاهرين والناشطين منذ الأول من تشرين ولغاية اليوم. وينقل الموقع في تقريره أن محافظ البصرة متورط بسرقة أموال البصرة وقتل متظاهري تشرين البالغ عددهم أكثر من 97 متظاهرة. تحت عنوان مايك بومبيو يتهم باستخدام القدس للدعم دعم حملة ترامب الانتخابية، ذكر الصحيفة نيويورك تايمز أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو يخلط في أثناء جولته للمنطقة ما بين الدبلوماسية والسياسة الحزبية، فجولته التي تستمر 5 أيام تدوف إلى مناقشة السلام والأمن الإقليمي، ولكنه يهدف في الوقت نفسه إلى جعل القدس منطلقا لمخاطبة المؤتمر القومي للحزب الجمهوري. طائرة بومبيو هبطت في إسرائيل يوم الاثنين في بداية جولة بالشرق الأوسط
وصفتها بأنها لتعزيز السلام والأمن الإقليمي، وهي الزيارة التي بدأت تثير الجدل حتى قبل بدء بومبيو محادثاته مع قادة إسرائيل والمنطقة. فقد كان بومبيو واضحا في تأكيده على جعل زيارته لإسرائيل منطلقا لخطابه للحزب الجمهوري في خرق واضح للتقاليد التي تمنع الخلط بين ما هو دبلوماسي وحزبي. وبالنسبة لدونالد ترامب وأنصاره من الإنجيليين، فلا يوجد مكان يثير اهتمامهم قدر ما تثيره القدس المتنازع عليها. وفي تغريدة له على تويتر قال بومبيو: أتطلع للمشاركة مع عائلتي كيف أصبحت آمنة وسليمة بسبب ترامب، أي القدس. وفي الوقت الذي أثيرت فيه أسئلة حول خطة بومبيو مخاطبة مؤتمر الحزب الجمهوري الذي سيبدأ الاثنين في تشارلوت، ولكن ويندي شيرمان التي عملت مساعدة لوزير الخارجية في عهد باراك أوباما قالت إن الخطة لتسجيل الخطاب في القدس غير مسبوقة وخطأ، وكتبت تغريدة قالت فيها: في وقت يعاني فيه الشرق الأوسط من وضع أمني صعب، يجب ألا تكون القدس جزءاً من أدوات المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، ويجب ألا يقوم وزير الخارجية بومبيو بتشويه سمعة وزارة الخارجية. وأضافت هالي سوفر المديرة التنفيذية للمجلس الديمقراطي اليهودي الأمريكي المستشارة السابقة لشؤون الأمن في حملة السيناتورة كاميلا هاريس المرشحة الديمقراطية لمنصب نائبة الرئيس، أضافت أن خطة بومبيو غير مسبوقة وغير أخلاقية، وذكرت أن ترامب يستخدم مرة أخرى إسرائيل لتسجيل نقاط سياسية. هكذا يعجل كورونا بتفكيك بريطانيا، هذا ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية في مقال لجون هاريس يسلط فيه الضوء على تسبب أزمة فيروس كورونا المستجد بتعجيل تفكيك المملكة المتحدة. وذكر الكاتب أن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وانتشار الفيروس أثار دعوات متجددة لاستقلال اسكتلندا. الانقسامات والتوترات في معظم دول العالم باتت تتركز في الجانب السياسي، بما في ذلك قضايا العرق والطبقية والجنس والفقر والثروة والانقسامات الداخلية. وعادت في ضوء ذلك إحدى القضايا الرئيسية في المملكة المتحدة لتدوي من جديد، وهي مصير البلاد نفسها، إذ يدفع خروجها من الاتحاد الأوروبي وتفشي الفيروس فيها إلى اتجاهات مربكة في مختلف المناطق الخاضعة لها. ومن الواضح بحسب هاريس أنه لا شيء يسلط الضوء على الحالة الوطنية غير المستقرة والمبعثرة بشكل أفضل من المشهد في اسكتلندا. فعلى الرغم من أن المرأة يتردد دائماً قبل الادعاء بأن مجرد استطلاعات الرأي تمثل تحولات تاريخية، إلا أنه في الأشهر القليلة الماضية خلص عدد من الاستطلاعات إلى أن ما يدعمون الانفصال تخطت نسبتهم 50%، فضلاً عن المترددين. وبحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بانيل بيس الأسبوع الماضي، فإن الأرقام المؤيدة للانفصال قياساً بالمعارضة كانت 55% مقارنة ب 45، وهو العكس تماماً لنتيجة استفتاء عام 2014. ويختم مقال الجارديان أنه مهما حاولت أصوات حزب المحافظين تصوير الاستقلال على أنه مؤامرة شيطانية، حكى الحزب الوطني الاسكتلندي فقد لعبوا وحزبهم دورا كبيرا في إضعاف المملكة المتحدة وما زالوا يفعلون ذلك. مع انتشار جائحة كورونا والاضطرابات الاجتماعية في الولايات المتحدة، تؤكد بيانات ناسا وكالة الفضاء الأمريكية أن كويكبا يتجه نحو الأرض. وبحسب البيانات فإن هذا الكويكب سيكون أقرب ما يكون من الأرض قبل يوم واحد من الانتخابات الأمريكية هذا العام، على الرغم من أن فرص حدوثه اصطدامه أقل من 1%، فإن هذا الكويكب من فئة كويكبات أبولو القريبة من الأرض،
قد اكتشف تحديدا في 23/2 نوفمبر عام 2018 عندما كان على بعد 450 ألف كيلومتر من الأرض، ولا يصنف هذا الكويكب ضمن الأجسام الخطرة نظرا لأن الحجم المقدر بقطر 2 إلى 4 أمتار هو أصغر من عتبة الأجسام الخطرة التي يقدر قطرها بأكثر من 140 مترا. وقد يتسبب اصطدام هذا الكويكب بالأرض إن حدث بهز بعض النوافذ أو إسقاط النيازك على سطوح المباني. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا مشاهدينا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.